Do you believe in the law of attraction؟ يعني هل ده الحتة اللي هارونا بيها موضوع القانون الجاذبية وفكر قوي هتوصل ده؟ ما تخيلتش ان ده هيكون اول سؤال تسأله. ما خلاص اختفي بقى. Did you practice things like this when you were starting up? Did you sit and visualize what you want to be? I did a bit actually. So I did believe في حتة ان الواحد لو مقتنع ان في حاجة هتحصل انها somehow هتحصل. While setting expectations, ما بحبش علي الاكسبكتيشنز بتاعتي بس احب احلم بعيد, if that makes sense. Sure. ف just in case بخلي الاكسبكتيشنز قليلة, بس مقتنع ان لو الواحد عنده حلم او مقتنع قوي ان ده هيحصل انه في الاخر it ends up انه الحاجة دي فعلا بتحصل. Part of it is the you radiate the energy deep to the world and it gives it back to you somehow. بحس ان لو انت مش مقتنع you're not gonna put 100% of the effort, بس لو انت مقتنع ان الحاجة دي بجد هتحصل وانها بجد هتنجح غصبا عنك هتلاقي نفسك ما بتبخلش, بتحط all the time in the world. لو كان في حاجة بتفكر طب أريسك it ولا I wouldn't risk it, you would risk it. ف it ends up ان الحاجة فعلا بتحصل. ولو انت بصيتي لرحلتك العظيمة في الفترة حتى القصيرة at a very young age, can you tell it was planned ولا part ولا حاجة led to حاجة led to حاجة, ايه منها is just destiny وايه منها was you had a very concrete plan that you're going to move from this to this to this. بص اسهل حاجه في العالم لما نبص لورا ان كل حاجه ميك سنس وكل الدوتس ار كونكتد طبعا. بس في الحقيقه اكيد في جزء كبير حظ على ان الواحد كان في المكان الصح في الوقت الصح. جزء منها وانا صغيره نفسي كنت بقول عايزه ابقى بزنس وومن او كان ده الديفينيشن اللي انا بقوله. ولما اتخرجت كنت في اورجانيزيشن اسمها ايسك لو تسمع عنها. سافرت مع ايسك اشتغلت بره شويه في لبنان وفي هولندا سنتين. وبعدين انا خدت قرار كونشس ان انا ارجع مصر. فده كان لا رجعت عشان عايزه افتح الستارت اب بتاعتي. فجزء من الخطه كان ان انا عايزه افتح ستارت اب او عايزه اعمل حاجه من الاخر الامباكت بتاعي انا كبني ادم ممكن يبقى كبير على المجتمع versus ان انا اكون جزء من ترس كبير او 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 من حاجه اكبر مني اكون انا ماليش قوي فاليو فيها. فده كان جزء من الخطه. انما اللي حصل بعد كده ما كانش جزء من الخطه, لان حتى لما بدات اول ستارت اب اللي هي كانت اسمها تاكسي الساحل كانت في الترانسبورتيشن ما كانش ساعتها المجال ده خالص معروف او مشهور او ما كانش ساعتها اوبر كبيره او كريم معروفه, ما كانش في الكلام ده. واعتقد ما كانوش موجودين في مصر, ما كانوش موجودين في مصر وما كانوش لسه حتى معروفين في الريجن اللي احنا فيه يعني. هي بس جت انه في نيد موجوده فيلا نعمل بزنس تو ميت ات. فعشان كده بقول لك جزء منها كبير قوي ان انا كنت في المكان الصح في الوقت الصح.